كنافة بقمر الدين. عندي كنافة متحمرة في السمنة زي الشعرية، خدتي الكنافة حطيتها في فريزر، قطعتيها صغنن جدا وحمرتيها زي الايه، زي الشعرية كده. عندي قمر الدين سيحته وغليته، عندي نشا وشربات وسكر. هاخد قمر الدين ده الاول كده اروح اعمله مهلبية على طول دون تفاهم. هعمل مهلبية قمر الدين واعمليها تقيلة كده، ايه يبقى ليها طعم. لو عندك مشمش في الفريزر ممكن تعمليها منه. ماشي. وهنا نحط، لا انا عايزه ميه بارده ادوب فيها النشا، ميه بارده. نعمل مهلبيه قمر الدين عاديه جدا بقمر الدين متسيح وعليه نشا وسكر. خلصت عادي جدا. والله عايز تعمليها صينيه، عايزه تعمليها سكر، خلي بالك ان قمر الدين مسكر فعشان كده محطيش سكر كتير. هاخد النشا، بسم الله، ادوب في قمر الدين هنا ايه، دول 3 كوبايات يبقى 3 معالق كبار نشا، ادوبهم في ميه بارده. 2 على 2 3 على 3، المهم ان كل كوبايه من قمر الدين ليها معلقه من النشا، معلقه من السكر، والسكر على حسب. ماشي. نقلب بقى ونسيبه يغلي. مهلبيه، مهلبيه قمر الدين عادي جدا لا غنى عنها، وهنعملها بالكنافة يعني رمضاني رمضاني. ايه كده بتغلي اللبن في ايه مالك؟ تمام. بصوا انا حطيت هنا الكنافة المحمرة في السمن بس اهو. هو المفروض نحط 2 شربات، انا مش هحط 2 شربات، انا هحط مهلبية بس. وهي تتخلل بقى، وكفاية السكر اللي في المهلبية بس، هو المفروض بسكر الشربات بمعلقتين سكر كده، ايه 2 شربات كده تطريها شوية، هي هتطريها مع المهلبية خلاص. ماشي. نجيب بس شوكة خليها تتخلل، يبقى ايه تاخد الكنافة تاخد بقى ايه طراوة من المهلبية اهو كده. مش مهم احط الشربات، هي كده هتبقى جميله وريحتها حلوه قوي قوي ما شاء الله.